يا سيدي، اذا قرار هذا اللي اكيد خذيتوا عليه فكره مس كل الجامعات الرياضيه اللي نقولوا عندهم كتاب عامين وعندهم خاصه مدربين اللي هما تقام موظفين في وزاره شؤون الشباب والرياضه لكن قاعدين يخدموا في الجامعات، فعندهم شهريه ياخذوها من الوزاره وعندهم منحه ياخذوها من الجامعه. فالقرار هذا جاء دعاوا المدربين الفنيين وكذلك الاداريين معناها الكتاب العامين اللي هما يرجعوا بالنظر لوزاره الاشراف اللي هي وزاره الرياضه انهم يلتحقوا بالوزاره ويتخليوا على المراكز نتاعهم في الجامعات. والوزاره فسرت هذا انه هذه وضعيه مسكوت عنها منذ اكثر من 20 سنه، وتقول انه تم التنسيق مع اللجنه الاولمبيه لتكوين طبعا مسيرين جدد وانتدابات لشبان اللي هما ربما باش ياخذوا المشعل على الناس هذوما اللي مشات. اولا انت كرئيس جامعه نتاع جودو، هل تم التنسيق معك في الحكايه من هذا؟ باهي باش نحكي شويه على الموضوع باش نزيد الموضوع عرفني الموضوع عرفني بربي. قبل ما تجاوب سامحني يا سي نحب خليني انا اعطيك الحيثيات والهستوريك. لا 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 هاني جايك هاني جايك، اسمعهم اسمعهم من بعد القرار هنا اعطيني باش نسمع دقيقه برك. خاطر كي تمشي تور رئيس جامعه قدام معناتها حتى للراي العام، هل تم التنسيق معك؟ لحظه لازم انا نتدخل قبل كممثل. ليه 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 سنة 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 مدام سنة 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 يا مدام سنة 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 ليه مش اسمك انت تتكلم تلفزيون انا امشي نجيك امشي نجيك امشي نجيك راهو باش يتكلم خاطر هو القرار يهمه هو ساعة من بعد تو نجيك اللي كنت سامحني. احنا اللي خذيت القرار شوف راهو اللي قال سي تريز امبورتون. انت قبل الفيتيير هذايا اش قلت لي؟ قلت هل قرار خذته الوزيرة او من في الوزارة؟ هكا ولا انا نفسر لك حيثيات القرار وبعد نعطيك الهيستوريك معناتها كيفاش صار القرار هذا كيفاش وصلنا له وتتفضل بعد تقول رئيس الجامعه هاول هل تم استشارتك؟ خاطر كي تعمل هكا كانه الراي العام هذه الحيثيات درس كل قلناها في الفيديو خذينا درس في التنشيط هذه كله يا مدام اللي تحكي فيه الكل خذينا معناتها كانه الراي العام شو يقول؟ كل قاعدين وزاره قامت هذا اش قال بالفعل؟ مدام خذينا قرار مفاجئ يا مدام. الراي العام ما يهموش في الحيثيات والتقنيات، الراي العام يهمه في الرياضه في الرياضه نحكيوا على الرياضه هو ساعه باش يحكي على الجامعه نتاعو ومن بعد هاني جايك وتكلم كيما تحب هاني جايك قرار مفاجئ معناتها انت تنفرد بالراي كيفاش انا مساج طبعا انا دوبل كاسكيت راه كاتب عام لجنه اولمبيه مسؤول على الجامعات وكرئيس جامعه تونس للجذور باش تكلم. شوف انا شفت الفيتيار فما برشا استشاروك ولا بلي جاوب لا مش نحكي شفت الكلكم قاعدين تعاونوا لا لا جاوب مش نعاون استشاروك في بالكم بلا الفيتيار قالوا قرار مفاجئ انا مش نعلمك اللي هو قرار مش مفاجئ من العام الاول سيدة الوزيرة اجتمعت برؤساء الجامعات وكانت موجودة السيدة رئيسة الديوان وقالت للمديرين العامين نتاعها بحضورهم قالت لهم راكم بيزنكم تسوي له وضعيات نتاع المسيرين الرياضيين. باهي هي ليش هذا مش كل واحد تعطي حقه راه مش تعرف حتى قبل صحيح معناتها راه كل واحد تعطي حقه ما جاش كل اليوم ولوم في نهار وليله قال طيب هزوا الناس الكل. باهي اما شنو اللي ما صارش مش نعيبه معناتها نعيبه شويه على الاداره نتاع وزاره الشباب والرياضه اللي ما تسرعتش من عام ناول وبدات تبعث المراسلات للجامعات وتقول لا بداوا تحضروا رواحكم باش احنا نكونوا جاهزين على الاقل بعد عام. جاونا بعد عام كامل بعثونا كان 9 اوت بعثوا للمعنيين بالامر قالوا لهم غدوه دون 15 جور تلحقوا بالداف نتاعكم تجوها. هذا معناتها اللي صار اما كقارهم الاداره من صافي من العام كان من قال سيد الوزيره سوي الوضعيه حقهم الوقت تحركوا وعلمونا وهذا باش نقول لي حد ياخذ حقهم من وقتها جات مراسله رسميه من وقتها جات مراسله باش نحضروا خاطر الناس كل نقعدوا الفاق احنا زعما صحيحه الحكايه زعما خاطر 20 سنه قاعدين نعيشوا هكايا باش نقول لك صعيب ياسر باش تبدل الحكايه اما هي اعطيت اوردر قدامي اللي الناس كل باش تسوي الوضعيه سويت جات من بعد عام المراسله هذا تاخير تقصير من الاداره اللي تبع وزاره الشباب والرياضه لوحدها. سي بوبكر انت اكثر من 20 سنه يمكن مدام كوثر مازال كي جات شاد الديوان انت عندك معناها تبارك الله مده كبيره سيت مدير عام للرياضه 20 سنه وهما موجودين وبالعكس ثم ناس طالبت انهم يخليوا الناس هذوما على ذمه الجامعات نظرا لان الجامعات ما نجمش انها تنتدب كتاب عامين ومدربين والى غير ذلك. بالطبع كيفاش تحكم على القرار هذا انت ترى في وقته توا مش في وقته؟ هو للتاريخ 2016 دخلت الاداره العامه للرياضه وسمعنا بالقرار قرار معناها جاء وبعثوا لبعض المسيرين وخير المسيرين على اساس مستوى وضعيه لازم تسوي الوضعيه لكن المشكله اني هذه وضعيه
تم عدد من الرياضيين والمسيرين الرياضيين. كي نحكيو على الفئة هذه من الرياضيين، احنا الناس هذا محتاجينهم ولا مش محتاجينهم؟ هذوما دي زوم دو تيران، هذوما الناس اللي مستقبل التسيير الرياضي، راهو موش معناها ماهوش كي نقول مسير في الرياضة، الناس راهو تكونت وسيرت الرياضة ومستقبلهم هما قبلنا احنا. احنا ديما نقولوا حتى قبل نقولوا حتى حتى مندوبين جهويين، كنا مندوبين جهويين ونحن راهو للتيران، كان مش نعملوا الاورجانيغرام جديد مثل المندوبية اللي فيه كتابة عامة وفيه المندوب الجهوي، راهم هما يكونوا الكتاب عامين على غرار وزارة التربية معناها الإدارة الجهوية. سو كيفي ناس معناها عندها من الكفاءة باش تنجم تسير. قال الإشكال أنه اليوم تطرح، علاش تطرح؟ لأنه تضع اليوم يلزمنا نطبقوا قانون. شو معناها نطبقوا قانون؟ معناها قبل ما قلناش نطبقوا القانون، معناها باش نطبقوا القانون، معناها ثم ناس خارجة إطار القانون قاعدة تعمل وياخذوا في دوبل سالار وياخذوا في در شنو، هذا كله متفقين فيه. أما نو سوم دوفون أون فيت، يلزم نحلوها المشكلة، ماهوش بالضرورة بتطبيق القانون. إيش معناها مش بالضرورة بتطبيق القانون؟ لأن كان نجمنا نطبقوا القانون. معناها دوبل سالير ياخذوا فيه، فما ناس اللي منحة معناها من الجامعة وشهرية من الوزارة. هي هذه تقريبا الإشكال، هذا المشكل الكبير الكبير كله، هذا هو هذا المشكل. في مشكل مادي وراحكي كلها. أنا شنو نحب نقول؟ نحب نقول اللي الوضعية موجودة. احنا كمالوريزمون في وزارة شؤون الشباب والرياضة، إيش عندنا؟ عندنا وزارة، عندنا الرياضة، عندنا الشباب، وعندنا التربية البدنية. هذوما نورمالمون أولاد القطاع، أولاد القطاع هذم هما لي كونسيبتور نتاع 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 الوزارة. مالوريزمون وأنا ديما نقولها لو خيرنا حتى في على مستوى الإدارة العامة ديما نقولها، نقولها مالوريزمون سو سون با أو لي كونسيبتور لي فري كونسيبتور، لي كونسيبتور موجودين في في الإدارات الأخرى اللي قاعدين نطبقوا في القانون برك. أنا صارت لي أون 2016 في البيرويت معناها حبيت صارت لي أون 2016 وجيت ولقيت المراسلات وصلت للسادة وقلت لهم لا، وقت حتى اتفقت شاورت انا مع السيد الوزير سي ماهر وقال لي اليزي، بعثنا مراسلات للجامعات وقلنا لهم يبقى الحال كما هو عليه لاني سنه اولمبيه وما نجمش نمس حتى اطار التربيه البدنيه. علاش انتم زيتوا توا بدلتوا القرار وخذيتوه؟ ريت كيفاش توا، ريت كيفاش كيفاش تجي الحكايه مشكل مادي قلت لا خاطر كان انا دخلت بعد ما سمعنا هذا كله، علاش انتم تو زيتوا خذيتوا القرار هذا؟ تو نجم نتكلم؟ تفضل بارك الله فيك. اول حاجه الحكايه تقول لي قرار مفاجئ، ماهوش قرار مفاجئ. ها نقول لك علاش باش نبداو ساعه بالحال، علاش قلت لك الحيثيات سي تري امبورتون. نحب نعلمكم اللي في سنه 2011 جات مهمه التفقد من الكور دي كونت، معناتها اللي توا بالدستور الجديد تتسمى المحكمة، محكمة المحاسبات اللي احنا نعرفوها باسم دائرة المحاسبات. تفزع هذه محكمة المحاسبات. لا علاش قلت لك؟ كانت علاش تفزعوا فينا بالاسم هذايا معناها؟ لا سامحني محكمة المحاسبات. الحقيقة اسمعني دائرة المحاسبات اللي توا ولات محكمة المحاسبات بالدستور تاع 2014. جات عملت مهام تفقد. أول حاجة عملت عليها، أول رمارك عملتها هي الوضعية تاع العباد هذوم اللي على ذمه الجامعات، نقولوا على ذمه الجامعات اونتر كيمي، خاطر قانونيا ما فماش وضع اسمه على الذمه، ما فماش، هذايا ماهيش موجوده جمله. اها. قالت يلزم توصيه نتاعها تسويه الوضعيه. واضح؟ هذه عام 2011. بعد 2011 ترجع كيف كيف. معناتها دائره المحاسبات تعاود ترجع في 2015 في مهام تفقد ثاني. وتعاود تطرح النقطة هذه. تسوية وضعية. مش تسوية وضعية، لازم تاخذ إجراءات، على خاطر أنت تعرف يقول لك دائرة محاسبات راهو أعلى هرم في الرقابة. وبعد ينجر عليه برشا معناتها العقاب وينجم عليه برشا إجراءات قانونية، راهو مش احنا حطيناها. بعد توليت الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية اللي هي مهامها تبع توصيات نتاع دائرة المحاسبات تطبقوا ولا ما تطبقوش. رانا احنا كوزارة وكهيكل وزاري مطالبين كل عام راه فما تقارير تمشي في كل نقطة فيها مشكل، شو عملت وش ما عملتش في الإجراءات هذيك. وبعد خرج التقرير النهائي. هذه حاجة. دائما وقت جات مهام التفقد الإدارية تولت المهام التفقدية العامة في وسط الوزارة، تهلت المهام أنها تتبع الموضوع مع وقتاش هذا؟ في اخر 2016. في اخر 2016
وقت تعمل الاجتماع وفي 2017 معناتها وقت اللي كنت موجود سي دونك نرجع من نص لخاطر فما حاجات ما تقالتش حتى لنوصل الكلام سي ابو بكر. جات حكومه الوحده الوطنيه عملوا اجراءات علاش خاطر فما دوسيات نتاع رقابه اللي يلزمك تاخذ فيهم اجراءات راهو فما وضعيات في وسط الجامعات ما همش قانوني يلزمنا نسميه. باهي كيفاش باش نسميه؟ تعاملت لي ريونيون تم اعلام رؤساء الجامعات وقال راهو باش تتم تسويه الوضعيات وهذايا بالطبيعه قرار مش تاخذه الوزيره راهو قرار يلزم يتعمل مهما كان الوزير اللي موجود. علاش؟ خلاص ماناش احنا لازم فما دائره المحاسبات وهذه حاجه مخالفه للقانون بتاتا. وطن نجيك نقول لك علاش؟ تقول لي شبيك قعدت عام؟ ما هكا ولي توا تفكرت كما قال هو في 9 اوت عملت لا سمح وزاد شباب والرياضه تعرف قداش عندها موظفين؟ عندها فوق ال 20,000 موظف. هذوما اللي عملنا لهم الغوسونسمون 396. باش تخرج 396 من 20,000 راهو فما ريسونسمون فما مراسلات. من 20,000 فما مشكله تاع 300. 300 برك في وضعيه غير قانونيه خليني بربي خليني نوضحها انتم ما تكلموش. وضعيه مدام سامحني سامحني باش ندخلك في حاجه راك تقول وضعيه غير قانونيه. غير قانونيه راهو مشكله كبيره راهو هذايا. مشكله نعاود نتحمل مسؤوليه كلامي غير قانونيه. وسامحني بلي الهيئه اللي جات هيئه الرقابه هذيا سامحني لا لا باش نقول لك حاجه هيئه الرقابه الواحد هل قبل 2011 اثارت النقطه هذيا ولا لا؟ يا راجل موجوده خاطر الهيكل هذا خليني نكمل موجود من قبل هو موجود هو تنقل لك علاش قبل 2000 ما سامحني مدام قبل 2011 هل اثارت النقطه هذه ولا لا؟ المهم هون نرجع لك هي كيف هما بيدهم نفس الاشخاص خاطر يقولوا لك تتكلم وتجاوب ايه معناها نفس الهيئه يعني نفس الهيكل شوف شوف يا ربي خلينا نتفاهموا على حاجه الناس الكل خليتهم تتكلم ما قطعتهمش انا علاش اسمعني اسمعني كيما سمعت الفيتير كيما سمعتهم خليني انا زاده نسمع مادام نتفاعلوا ولا نسالك وجاوبني مع بعض خليني نكمل خذ انت شو باش تسالني نكمل كلامك واسالني قلت لك النقطه هذه هل تمت اثارتها قبل 2011 ولا لا؟ باش نجاوبك قداش من مهام تفقد جاي لهم وقت يجي مهام تفقد يتم اثارتها به واضح وهذه الحكايه عندها 20 سنه مش توا راه لا توا لا واحد وقتاش تم اثارتها من قبل وقتاش تعملت الجامعات وقت تعملت الجامعات هيك فيش بديت الحكايه كي تعملت نحكيو على الاداري خاطر ما باش نقول لك كان عملنا ريسونسمون خرجنا 300 واحد 300 واحد مش كلهم راهم واحد فيهم 143 تعرفوا موجودين موجودين في وزارات راه نحي الجامعات موجودين فيها هيك الاخرين تابعين الوزارات كيف نحن معناتها تسويه الوضعيه شي معناتها تعمل وضعية الحاق ما تسوى إدارية ما عيطنا لهمش راه قلنا لهمش غدوة اسبحوا في بيرواتكم قاعدين في الوزارات لكن فما مباشرة الإجراءات مع الوزارات سمح لي مدام فما 252 من الجامعات انت قلت في انت قلتها في الاجتماع مع الوزيره 143 ما اكثر 252 انا رجع لك قلت لك منهم 143 مدام في الحديث ما قلت لك تتكلم انت تتكلم 143 هذوما باش يقعدوا في واحد باش نرجعوا للجامعات باش نجيك 143 في وسط المؤسسات اللي معناتها مؤسسات الدوله نجيو توا لجماعه الجامعات ما هكا ولا نتبع اش فيهم الجامعات فيهم ثلاث انواع عندنا الاطار البيداغوجي والفن ما هكا ولا وعندنا الاطار الاداري به الاطار الاداري الكتاب العامين اللي اثروا على المسيره الرياضيه وعلى النتائج اللي تحب انت قداش من واحد واحد في كل جامعه علاش تستهزئ بهم قلت اللي اثروا بالحق هما مهمين معناها لا لا نحكي على شوف ما خاطر كي نعطيو فكره نوضحوها رانا في عاد الاحتراف انا في عاد الهويت راه راه يلزم مسؤولين محترفين في جامعات محترفه لحظه يحضروا في كؤوس عالم بطوله افريقيه خليني نكمل كلامي رازي مش معقول سامحني عاد مدام عاد نرجع لك رازي يعيشك يعيشك وثما واقع رياضي لازمك تعرفوا زاد هما ساعة 37 جامعه فيهم الكتاب العامين هذو باهي دونك في كل واحد في وسط الكتاب العامين شنو نلقاو معاه؟ نلقاو حجاب نلقاو كاتبات نلقاو ساعي بريد نلقاو شوفره مخلطين ما فماش كاين كتاب عامين ونرجع كي نقولوا عندنا 20 سنه 20 سنه على خاطر وقت تحطت الجامعات بدات باش تتهيكل الجامعات حطينا وقت الاطارات بالعكس كانوا يشجعوا فيهم وقالوا معناتها حتى مذكره خرجت داخليه حتى معناتها من عند الاداره العامه الرياضه جوست باش تاطر معناتها الواحد قالت نعطيو منحه بين 200 و300 ما هكا ولي 200 و300 رغم اللي هي مش قانونيه لكن على الاقل مذكره باش تاطر شوي حق كيما الوحده الوظيفيه الخطه الوظيفيه قداش فلوس شنو اللي صاير تو كريمو شنو اللي صاير اللي صاير احنا نلقاو فما ناس الكتاب العامين ولا اللي هما كفاءات واللي احنا على اطارات احنا ناقصين في الوزاره واحنا حطيناهم على ذمه الجامعات كان راهي تعملت فتره معناتها راك باش تقعد في الجامعه
من الى تتحدد على قيل الفتره هذيك. احنا قلنا باش نسويو الوضعيه اداريا وقانونيا ونقسموا ما بيناتهم. الناس هذوما فما ناس اللي قلتوا تاخذوا منحه ياخذ في شهريه من عند الوزاره، شهريه تباشر من عند الوزاره. الوزاره كيفاش تاخذ شهريتك انت؟ ما عندك سيرفيس فيه ولا لازم تقوم بعمل. العمل اللي انت ماكش تقوم به وتمشي تعمل عمل اضافي في الجامعه، العمل الاضافي في الجامعه تاخذ عليه منحه. واضح. مدام سامحني كي يبدا كاتب عام، سامحني كي يبدا كاتب عام ولا اجتماع مكتب جامعي في الليل قاعدين ولا سبت واحد خير شنو قاعد يخدم على في الوزاره هو كمل. هو يخدم هو نتناقشوا زاد ما تقولش الحديث هذا لانه هذه حالات موجوده. الحالات هذوما غير قانونيه يا عايش. السبيتش نتاعك ونخرج لا ما نخرجوش من البلاتو انا قاعدين مع بعض. احنا الحالات هذوما غير قانونيه يا عايش خلينا نتفاهموا على مش غير قانوني غير قانوني سامحني عندنا دوله ملحق اعلامي تابع مكتب جامعي باش يخدم في تابع جامعه باش يخدم في باش يخدم معاه ولا تلقاه ولا تلقاه في فرنسي باش يخدم معاهم في ايفينمون ما ينجمش ياخذ شهريه من عندي ما ينجمش ياخذ شهريه من عندي او ميم طون المنحه اللي تحكيوا عليها انتوما قاعدين نعطيو فيها 400000 باش تعمل 400000 لا سامحني سامحني احنا عندنا ديكلاري بالفلوس نتاع الوزاره نتاع الجامعه نتاع الوزاره خليني نكمل اول حاجه المنحه اللي تحكي عليها غير قانوني علاش غير قانوني هي ديكلاري عن قانون الوظيفه العموميه سامحني ديكلاري شنو هي وضعيته شنو هي وضعيته هو شنو وضعيته؟ وضعيته عندي حديث وانت بعثته الوزاره بعثته احنا باش نصلحوا الوضعيه سي نورمال بربي سامحني انا قلت لك مش وزاره هي الوزاره وضحتها ووقت تعمل تخذيه القرار هذاك تخذيه في وقت معين وقت الجامعات ما زادت كيف بدات وقت اللي ما فماش مسيرين رياضيين وقتها ما زالوا كيف فما اطارات بعده ينكونوا راهو في المسيرين الرياضيين وحاجه اخرى لازمنا الوضعيه نتاعهم تكون قانونيه. معناها عندنا مسيرين رياضيين تو بطاله احنا قاعدين نستناو اي موظف لازم يكون اي موظف يكون في اربع برشا 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 سامحني اي موظف يكون في اربع حالات يكون ملحق اعلامي يكون متصرف يكون مدرب يكون في اربع حالات خاطرش نجيهم احنا حاله حاله تخلي الاداريين حاله الوطني المدربين حاله والتقنيين حاله الفنيين اتو نعطيك كل واحد شغل واحد نتاعو هذا القانون قال التشريع قانون الوظيفه العموميه شو يقول تكون في حاله الحاق والا سامحني خلينا نكمل حاله الحاق وين خلينا هذه بربي خاطر الناس ماهيش فاهمتها الحاق وين باش يكون الحاق في عند مؤسسه عموميه ولا منظمه وطنيه الجامعه ستاتيو نتاع الجامعه اللي الحاقنا جوست نفسروا باش نقولوها بالعربي ديتاشمون لا هذه بالسوري ديتاشمون بالعاني فهمت ما انا باش نلطف ديتاشمون ناكد لك 80% من التوانسه يقولوا ديتاشمون شو معناتها باش نفسر ديتاشمون وضعيه الحاق ولا ديتاشمون اش تقتضي اش تقتضي ريالمون اني انت الشهريه ما عادش يحطها معناتها ما عادش يدفعها الهيكل الاصلي ويدفعها الهيكل اللي متبني الشخص هذاك واضح الجامعة في حد ذاتها ما عندهاش الحق تاخذ ديتاشمون جملة، ما عندهاش الحق تاخذ الحق على خاطرها جامعة وانتم شهرية انتهم قاعدين تسبوا فيه في الميزانية نتاع الجامعة خليني نكمل لك شهريته خليني نكمل لك ليه شهريته ياخذ فيها ديريكتومون من عندنا مش نصبوا فيها ايه علاش ما تسبوهاش للجامعة انتم تعطي له الجامعة باش نصبها تو انا باش نجي نخلص ما عندي مشكلة فما نتكلم فيه مشكلة هذا مهم فما قانون هاي هاي فما قانون ما فهمتش ما فهمتش انا احترام نحب الرياضة نحب القانون نحب الرياضة انا قاعد نسيبوا بكر عندي قانون وخليه قانون هذاك نمشي سامحني عاد. شوي. سامحني عاد. درس قانون يا مدام. صحيح. ليه مش درس قانون. ما نوجهوش. نسمع اسكندر. باش نفهموها الناس الكل شنو الحكايه بالضبط. راهي الحكايه كلها امور ماديه. باش نبدا نفهموا الناس الكل. لا مش ماديه برك اداريه اسكندر سامحني لا. لا خلينا نحكي. ابار اللي ياخذ. خليه يعطي رايه يا مدام خليه يعطي رايه. خلينا نحكي اسمعني شنو نحب نقول. فما مشكل قانوني اداري. يا مدام ما يعطي رايه. يعني قبل ما نحكيو على الفلوس. متفقين في يا مدام يا مدام احنا فما انا حبيت نعرف حبيت. لا ما تقوليش مشكلة فلوسك انا نعطيك الجواب. احنا اسمعني يا مدام خلي يكملوا بعد يا مدام خلي يكملوا بعد احنا قلت امور ماديه اذا كان فما اراده سياسيه باش احنا نصلحوا القطاع هذا احنا راهو مع تصحيح القطاع ونحبوا الامور تكون قانونيه مش كان في الرياضه حتى في القطاعات الكل في المجالات الكل في المجالات الكل علاش قلت انا امور ماديه شنو الاشكال اللي فما هو تو الاشكال كيفاش الناس قاعده تخدم تخرج مسير رياضي انا نخرج مسير رياضي نمشي نشد وزاره ونشد هيكل رياضي نخلص شهريه واحده والسيد خرج كيفي انا راجل عندي خرجت كيفي انا تمشي تضرب تاخذ دوبل سالير خرجت دوبل سالير خرج دوبل نقول منحه دوبل سالير دوبل سالير دوبل سالير صدفه فما ناس تاخذ في منحه في الجامعات اللي تفوق حتى السالير نتاعها انت لوحدها الكل خرج لا 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 انا عندي خليني نكمل بربي خليني كاتبه كاتبه باللي قديش شهرين تاع كاتب عام
شو انت تو ديبون مليون ونص وقداش ياخذ منحه من الجامعه انت والفيدراسيون تقريبا هذيك هي المنحه ما ابار شهريته معناها مليون هو مدرب وطني 150 دينار المنحه نتاع الوزاره اللي يا راسي يا راسي نكملوا بلاد بلاد دقيقه عندنا سكرتير مادام هكا تعاملوا في الاجتماعات معاك انت يلزمك هكا عليه هكا رئيس الوزراء معاك انت بالذات يلزمك عندي سكرتير سكرتير تعرف متى سكرتير؟ اي سكرتير تعرف قداش توصل بين المنحه اللي تحكيوا عليها المنحه ما تقفش 200 و300 3 ملايين ونص شهريا سكرتير منحه 3 ملايين ونص في الجامعه وصلت في الجامعه في الجامعه تتمتع بالترقيات بالترقيات خذيتهم مكتول وسط اتروا الاتروا ياخذوا مليون ما يفوتش مليون من المنحه نتاع الجامعه تخص في 3 ملايين ونص فين الجامعة؟ لا عاد سامحني حنكملك على خاطر انت وقوة الجامعة وقوة فلوسها احنا وتو نرجعوا تو للجامعات ما خليتونيش نكمل فكرة يا دي تكمل بعد مازال يا مدام لا وانا تخرجني متغشى راسي ليه متغشى؟ ما تغشوش خليها تكمل تحب لا 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 كمل 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 انا سخطوا لكلكم رجال يا مدام لا لا يا مدام هكا في الاجتماع تعمل انت في الوزارة على خاطر احنا في الاجتماع نجيبوا لك سوريا المجبري مرة أخرى معك يا مدام لا لا يا مدام يا مدام يا مدام شوف يا مدام تعصب ضربة واحدة يا مدام شوف شوف بالله نقطة نظام نسمعوا العباد لا لا نقطة نظام نسمح لنفسي نقطة نظام أنا متأكد اللي فما 90% من الناس اللي تفرج فينا أولا راهي طفيت التلفزة مش تفرج في حاجة أخرى ثانيا أنا قاري شوية قانون اما راهو دخلنا في مونولوج نتاع درس في القانون الاداري انا قريت محمد صلاح بن عيسى وما دار محمد صلاح بن عيسى وديجا صعب التعليم سامحني يا مولانا سيدي خليك ما تقصش على خاطر نتوما فما بالك فما بالك فما بالك فما بالك فما بالك الانسان الغير متضلع في القانون الاداري اللي هو من اصعب القوانين مع قانون البترول هولك برشا لا لا هولك الامور خلينا نبسطوا ما نفهموا حتى شيء نبسطوها بالدارجه يا مدام يا مدام انت بالنسبه ليك احنا هولنا اما احنا عملنا قرار مفاجئ ومعناتها والنخبه ماهيش باش تتحضر والاولمبياد لا لا انت اندسبونسابل حتى حد ما اندسبونسابل في حتى شيء انا شو قلت اذا كان فما انا كجامعه عندي يكون اكثر ناس فيهم متضرر فيهم مش متضرر 18 بيداغوجي و12 اداري 30 عندي اللي كلهم من وزاره الشباب والرياضه حتى من كرسي هذوما رجعوا تو حتى من كرسي لا مش نقول لك احنا راهو ما نلزموش نفهموا اللي راهو الكل راجعوا ليه فما سوبليس معنا مع الوزاره قاعد راهو مانيش انا قاعد نحكي تو جو ديفون المينيستير خاطر نحكي والناس كل نهار ونلقاو في حلول لازم نصلحوا ولا لازم نصلحوا اللي الموضوع هذا اللي يقولوا ناس تاخذ في دوبل سالير وبرشا ناس عندها حق فما 300 واحد اذا كانوا ذوما متغشين ولا فما شويه جماعات فما 10000 بطال برا يصفقوا ويثمنوا في المجهود هذا اللي غدوه باش يلقاو باش ينجموا يلقاو ديبوست اذا كان غدوه فما جامعات تجب بامكانها تنجم تخدم الناس هذوما وتخلصهم. باهي. انت تنجم. نجم اذا كان نجم. نجم انت مثلا. كجامعة نجم. انت تنجم. خاطر تاخذ فلوس. مش ساهل. انت كجامعة تنجم تخدم. نجم خلاص 30 انا. وفلوس انت صحاب مع اللجنة الأولمبية. ربي شطار اسمه. من 30 معناها قد تنجم تخدم. احنا من 30 احنا شوف. اعطيني معناها. مش ساهل اسمع احنا 18 ترى الفني. راه مش في زوم اللي نخليهم ما يجيو للفيدراسيون. راه يقولوا لهم كملوا اخدموا. الساعتين نتاعكم راني والصباح ساعتين العشيه، إذا كان زاد أشوف بربي خل نرجع ما يستاهلش نحل قوس اسمعونا فيه، إذا كان احنا الكفاءات نتاعنا في القطاعات الكل، ماك العام نجي جلوه ما يستاهلش قال فما ناس موتة تخلص لقيتهم، وفما ناس تعيش في الخليج وقاعدة تعيش في الخليج وتخلص، وفما ناس قاعدة في التعليم ما تقريش، تقري في اليوتيوب وتخلص، إذا كان مش نقعدوا راهو عايشين هكايا على همجية هكايا وناس ما تاخذ دوبل سالير وتريبل سالير وواحد بطال، زاد ما نجموش مؤسسات الدولة شكون باش يخدمها؟ إذا كان بالحق إذا كان أحنا كل واحد في الغطاء نتاعو طبيب يحب يخدم في الكلينيك وما يحبش البريفي وما يحبش السبيطار وسبيطارات طبيب على 300 واحد والسونتر بروموسيون وليزا ثلاثة صغار، هكا ما يستاهلش، وليزا ثلاثة صغار ما عندهمش شكون الكفاءة، أنا نسلوني في شامبيون دي مون حكيت معاه وقلت له يعني صدق كان أنت ميكانيكي بناسيونال وأنت ما تقريش الصغار وما ترينهمش شوية وتوريهم أنت نسلونيف، مالا كيفاش باش يطلعوا الناس هذوك؟ يلزم القطاع هذا يتصلح، ما يلزمش واحد هذا ياخذ تريبل سالير، أنا كان أنا ما يستاهلش أنا ولد شباب الرياض وجيت توا جيت ترونشي خرجت من الوظيفه العموميه نتاع وزاره الشباب الرياض انا عندي امكانيات الحمد لله ربي يفتح خرجت وخليت مكاني لبلاصه اخرى حتى الدوله خمت فيك اللي باش يخرج اعطيته بريس مبلغ كبير ياسر هام ياسر
يفوت حتى ال 40,000 دينار وقالت له اخرج خلي مكانك العبد ياخذ اللي يجم يعملها يتفضل برشا لا انا راه عايد اعملها معناتها اذا كان احنا باش نقعد وكل واحد يخمم كان في روحه انا باش نصور منا ومنا ومنا راه هكاك القطاعات الكل انا باش ننهضوا به باش نكمل انا جاي كمل انا جاي حاجه مبكره حاجه في عطيك فكره ما لا جوست على كيفقيه كلام سي اسكندر لا على غرارها وش نعطيك كيف الجامعه نتاع الجودو نزيدك مع الجامعه نتاع الباسكيت جامعه الباسكيت ها قبل احنا ما قلتش انت القرار تخذي كيما مع سي علي البنزرتي جاء لقى الكاتب العام نتاعو ياخذ في منحه 1,200,000 وياخذ في شهريه كيف كيف من عند الوزاره ومنحه 1,200,000 المنحه هذيك اللي احنا بدنا نعطيو فيها معناتها للجامعه شامل رجع هذيك للوزاره وخذي بال1,200,000 دخل كثر من الناس واحد اول ما شد المكتب 400,000 معناها ياخذوا 8 لا واش نقول لك علاش على خاطر كيفاش دخل 8 ناس يا رئيس 1,200,000 كي تقسموا على 3 قداش يجيو 400 شامل هو يجي فما الموارد الذاتيه نتاعو يجم هو كيما احنا المقترح نتاع الحلول انا نخدموا مع معناتها شو اسمها وزاره التشغيل تعطي 200 دينار في الاطار من معطلين على العمل واحنا نعطيو كوزاره منحه 200 دينار هذوما 400 ومن الموارد الذاتيه نتاع الجامعه تعطي 200 دينار ها ولاو 600 هاو ديجا 600 تنجم تدخل زوج من الناس بالتغطيه الاجتماعيه ما نحكيوش احنا رانا كوزاره وبليك رانا نحيو التغطيه الاجتماعيه قبل ما نصبوا نحكي لك تنجم تدخل به الناس هذا شنو اللي فما الاشكال اللي فما فما واحد صغير معناتها 9% راه حتى كي تعمل بورسونتاج إيه سامحني مدام دقيقه 9% باش نقول لك حاجه برك كيما واحد عنده توا كيما واحد عنده 5 سنين شاد كاتب عام كيما نجيو نحيوه هكا في دقيقه نقول له خويا برجع للوزاره وهاني مش ندخل في بلاصه 3000 لا لا مش نحكي توا فما ناس وبرا حتى عام فما صار كونسيسيون فما تكوين يا رازي فما تكوين فما مسيرين نقول لك سامحني عامل تكوين متكونين عامل تكوين ويقعدوا في سامحني ويقعدوا في الجامعه 6 أشهر ولا 7 أشهر ويستانسوا ويحكيوا ويشوفوا شنو وبعد يخدموا المهمه نتاعهم جلسه عمل سي ابو بكر خليك سي ابو بكر احنا تو نحب نفهم لا بربي سي ابو بكر سي ابو بكر خلينا نفهموا على حاجه بركه اسكو الوضعيات هذوما قانونيه ولا غير قانونيه؟ خلينا من القانونيات جوستومون لا بالنسبه للوضع القانوني غير قانوني خلينا من القانون اعطينا اعطينا انت الحل يا سي ابو بكر شنو اللي تختار كوثر هو الوضعيه غير قانونيه متفقين فيه هذه امور ما تنجمش تجي الوزاره كما نقولوا اي به الناس وضعيتهم قانونيه تقولوا لا وضعيتكم مش علاه ما فماش علاش هذا متفقين معناها انت كنت تخدم في وضعيه غير قانونيه معناها كنت الناس اللي يخدموا في الجامعات كانوا في وضعيه قانونيه وانت كنت تشرف عليهم وفي بالك بهم انهم في وضعيه غير قانونيه. اش نقول لك معناها وضعيه غير اش نقول لك عليها؟ لان وضعيه الجامعات وضعيه الجامعات الرياضيه هي وضعيه اللي يسمع الجامعه الرياضيه يقول لك هذا مرفق عمومي. اسكو مرفق عمومي الوزاره تنجم تعين فيه ولا ما تعينش فيه؟ هو مرفق عمومي ولا مش مرفق عمومي بالمعنى الكامل مرفق عمومي. هو منطقه جمعيات. فلا انت جمعيات اما اسكو الوزاره المشكل وين اليوم لازم نخرجوا بحل هذا هو الوضعيه نتاعهم واللي طرات هذه مدام حاجتها بها الجامعات انا قاعدين نخدموا سو كيفي الحل هو مش باش نحيهم من الجامعات الحل انه نعطيهم وضعيه سليمه وقانونيه موجودين في الجامعات ان شاء الله انا نقول ان شاء الله مدام ان شاء الله خليك انا نقول عندنا فرصه انا نشوف عندنا فرصه سي ابو بكر احنا في الجلسه ولا لا 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 مش ترخيص مدام سامحني عندك ماهوش الحل بالنسبه للاطار الفني مدام ماهوش الحل في الترخيص شوف راهو الحلول 4 ساعات في الاسبوع باش يجي يمرن في الجدو موش هذا الحل احنا لو كنت مندوب ونعرف ما نجمش نعطي اكثر من 4 ساعات المعلم باش يمشي يقري في القطاع في التعليم الخاص ماهوش حل هذا باش ياخذ وشوف شوف هذا رياضيين حبيت نقول لك حبيت نقول لك رياضيين ياثر هذا شوف راهو اذا نقول لك انا نحب نحكي على الرياضيين سامحني سامحني نجيك نتاعي كلمه برك يا مدام يا مدام خليني نقول لك حاجه بربي خليني نقول لك حاجه اسمعوني دقيقه برك خليني بربي نحضر برك اعطيني 5 مينوت ما تقصوش عليا 5 مينوت 5
5 مينوت هذه كلف مليارات هذه 5 مينوت كلمتك يا مدام ترجع ليش قانونيه ومش قانونيه وغير قانونيه ماهيش هذه موضوعنا ليلي معناها فهمنيها الحكايه وعرفنا انا نحب رياضيين خليني كدوله احنا بنحكي على الرياضه رياضيين القرار هذا فاش ينفع رياضي خلينا نسمع رياضي من بعد نجيك نسمع رياضي يا اسكندر رياضيين شنو تاثيره هذا انتم مشكل تاثيره شنو رياضي سامحني انت تو المدرب يا اسكندر اسمك اسكندر يا مدام نعطيك اكزامبل فما عندك اطار انت مثلا هاو ناخذوا اسكندر اكثر واحد خذينا منه قالوا انا شو نقول احنا راهو احنا ماهوش باش ياخذوهم 100% راهو باش ياخذوا هما راهو باش ياخذوهم تاو بالمون باش ينشطوا يبداوا يباشروا خدمتهم هما راهو فما سوبليس معانا برشا راهو قالت لنا حتى الوزير وقالوا في الريونيون اللي عملوها لايف وشفتوه اللي راهو الكتاب العامين والمسيرين اللي في الجامعه بالجامعه اونتريت بالجامعه بالجامعه شكون راهو باش يعطيهم رخص استثنائيين لعشيات يجيو يمشيوا للجامعات يكونوا لعباد يكونوا لعباد عملنا ما فات عقد مش تخرج القانون بتاريخ لا 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 قلت لك بعد ابار الوقت اسمع ايش قالت لك انا اكيد عندك انا وعندك 18 المدرب مهمه ياسر انت رياضيين تاثر لك قاعد تحضر انت في العاب اولمبيه عندك مدربين قاعدين المدربين ماشي معاهم مشكله المدربين راه المدربين حتى مشكله راه بعد ما تشكيوش المدربين والله نحاول المدربين وما لقيتش المدرب ولا يجيني ساعتين في الجمعه المدرب اللي كان عنده تربص وطني راهو حتى وزاره الشباب والرياضه سايب له رخصه باش يمشي يدرب وطني ندخل المدرب انا راني نتابع الفيدراسيون المدربين راهو ما عنده حتى اشكال المدرب قاعد يراني ما فما حتى مشكل رياضي راهو مش غدوه كان قدر ما جاتش واحد الريزلتا يقول على خاطر والله القرار هذا راهو يلزمو السير على خاطر لازم نصلحوا قلت لك القطاع نتاع ناس تاخذ دوبل وتريبل سالير وناس ما تاخذش فما بوسيبيليتي قررت السيد الوزير اللي من بعد الوقت ترخص لك المشغل نتاعك باش تمشي تخدم في جامعه معناتها خما اذا كنت تحب انت دوبل سالير اذا كنت تحب انت دوبل سالير عمل دوبل ترافاي اذا سمحني راس مو الناس كل تفهم يا مراد تحب دوبل سالير عمل دوبل ترافاي مش تحب تريبل سالير وتعمل في ترافاي واحد برك وناس بطاله لا لا احنا معناتها انا حتى حد ما يهرب حتى ما يهرب من الواقع انا اخر كلمه احنا ما احناش نلوجوا في الدوبل سالير انت يا اخي بكره خدتي مصير يا اخي انت مدرب المصير مش الدوبل سالير نحكي على المدربين نحكي على عمل الناس كلها بربي لحظه باش نقول كلمه هل انا الناس قاعد تخدم في الجامعات تو نحكي على نتاعي ما نحبش نحكي الناس كان انا قلت نجي نقول لهم راه ما عادش نعطيكم حتى منح يقعدوا لي والله كلهم لا يرجعوا للوزاره وكان غدوه الوزاره تقول باش نعطي تريبل سالير للناس الناس الكل يرجعوا للوزاره وكان يقعدوا في الجامعه غدوه تجيهم في الخليج عرض الناس الكل تمشي للخليج الناس الكل تبع في الفلوس نفس قاعد نقول حتى حد ما يهمه لا الجامعه لا الجامعة. كل واحد تبع في فلوسه ومصلحته الشخصيه معناتها فلوس على شيخ الناس كل ايه اما ليه يخدم على الفلوس اما تحب اما شو نقول تحب دوبل سالير دوبل ترافاي انا باش تاخذ سامحني انا باش تاخذ انت دوبل سالير انا تحب انت تاخذ حق غيرك البطال علاش غيرك سالير تاخذ انت حق البطال سالير هو ما يخدمش وانت تخدم اشطار الوقت ما تعطيش منح هاو سير ما عنديش منح ما يخدملكش ما تعطيش منح بشوي عندك كاتب عام انت يخدم في الجامعه تصب له تصب له الشهريه نتاعو في الميزانيه نتاع الجامعه كنت الوزاره تصب له شهريته ديريكتومون في الميزانيه نتاع الجامعه عنده يخلص مليون تصب له مليون واحد باش نصبوا له اما نجمش الكرسي نصب له ولا السكرتير تصب لها ودير نقول ليه اونتريت بار فيدراسيون كيما قال مراد بالوحده بالوحده اللي يحب يخدم انا حاجه برك استاذ كوثر نحب نقول كلمه الاخراني معناتها شوف حتى واحد ما ياخذ حق غيره عندك خدمت دوبل سالير تاخذ دوبل تعمل دوبل ترافاي بعد الوقت كان تحب الجامعات ما تخليش الناس اللي بطاله اللي ما عندهاش باش تاكل وتشرب تاخذ لها حقها وتاخذ لها الوقت نتاعها هذا شنو نقول انا هكا نشوف سي ابو بكر بعد نزيك هاني نزيك سي ابو بكر انا كلمه كلمه برك صغيره شنو ترى انت وانا باش انا الحل ان شاء الله نقول الوضعيه ظاهره معروفه معناها والناس كل حاستها والاشكال واضح الاشكال فما اشكال موجود وضعيه غير قانونيه لازم تتسوى متفقين لكن اللي يشوف الرياضه وشنو يلزمها وبعد تو نحكيو على سبيسيفيسيتي دو شاك فيدراسيون وسبيسيفيسيتي نتاع الوحده لكن اذا ندخلوا في التفاصيل كما يقولوا الشيطان يسكن غادرة إذا ندخل كل واحد كيفاش باش يعمل وكيفاش باش يحاول وكيفاش يجتهد وقتها نحصل أنا نقول إن شاء الله في على الأقل في قانون الهيئة الرياضية في إطار جديد هذا في قانون امتداد الجامعة الرياضية وين تكون امتداد للوزارة ونشاطها ومتابعتها لأن الوزارة متابعة أني مطالبة أني تتابع وتدعم وتساند ماديا ومعنويا وحتى بشريا معناها الجامعات
من هنا نجموا نلقاو طريقه حتى في قانون الهيئات الرياضيه انه نجموا ردوه بالفعلا مرفق عمومي اللي تنجم الوزاره تعين فيه مباشره مسير في الرياضه، وقت على الاقل الوضعيه نقولوا كي تعين الوزاره اك السيد هذاك موجود انت مش يخلص في اطار الامتداد الوزاره للجامعه ينجم ياخذ الشهريه نتاعو عادي، وانت كرئيس جامعه ماكش مطالب باش تعطيه منحه لانه يعني مش يخدم من نتاع المنجز. مدام شو الناس اللي عيطوا لهم تو اللي كان سامحني سامحني مدام يا مدام في نفس الاسماء مدام الناس اللي عيطوا لهم ورجعوا من الجامعات والواحد التحقوا بالوزاره شو قاعدين يخدموا في الوزاره تو؟ اسمعني تو اسمعني انا جاوبني على سؤالي شو اللي قاعدين يخدموا في الوزاره هذوما تو؟ هاوش نجيبك لحظه برك نحب نقول لك حاجه الناس هذوما كما قال زميلنا انك شنو اللي يمنع انك تصب لهم فلوسهم في الجامعه سي تري امبورطون اللي قالوا علاش نحب نرجع لكل كلامه احنا ميزانيه تاع الجامعه احنا قاعدين نصبوا الميزانيه بربي لازم الوزاره قاعده تصب الميزانيه الجامعات تصب لهم في منح تسير فيها تاجير نتاع الاعوان هذوما الكل العنوان الاول دقيقه انت الشخص هذا اللي يحب يخدم في الجامعه حتى واحد ما يمنع انه يخدم في الجامعه يتخلى على وظيفته العموميه ويقعد يخدم في الجامعه وشهريا نصبوها له احنا في الجامعه ما المشكل وين اليوم قاعدين ياخذوا في شهريه من عند الوزاره فلوس المنحه اللي هي اكثر من شهريته من عند الجامعه اللي اشترها ديكلاري من عندنا احنا واش في المنحه هذيك واشترها مش ديكلاري فهمني انت تو انت تو هذوما عيطت لهم رجعت تو هكا ولا فما اربع من الناس تمست مصالحهم هما اللي عملوا الشوشه هذه خاطر ديما فما اللوبيات خاطر هذا الانسان هذه الحكايه هذه شو نقولها كارت سورتابل عندها 20 سنه ولا من 2011 واحنا نقاسيو كل وزير ما يحبش يعملها خاطر دخلت فيها اللوبيات خاطر انا كي تجيني تقول لي نائب لوبيات تاع شنو لوبيات فما لوبيات في الرياضه ها نقول لك علاش خاطر مثلا ها المؤسسه دخلت كل وزير تحب نقولوها كارت سورتابل باش يفهمها نجم نتكلم ها وش يقول يقول لك يا خويا هذا باش يعمل لنا هالمشاكل هذه كل خلي غادي خلي غادي مش لازم خلي اللي بعد ياك اللي قبلي خلي اللي بعد هذا راه المشكل اللي قاعد صاير علاش وصلنا هك اثنين احنا الجامعات فما جامعات قاعدين ياخذون في 90% من ميزانيتها هذوما الجامعات وفما جامعات قاعدين ياخذوا كان في 50% توا كيما الجودو من الجامعات اللي قاعده تقدم ناخذوا كان في 50% التنس نجم نحكي لك الور كو مثلا الجيمناستيك والا معناتها عندنا وحود اخرين اللي 90% كيما معناتها الاسكريم اذا ما تعطيهمش الدوله منحه الدوله ما يعملوا ما يقدموش ما يعملوا حتى شيء وعادي وهذاك دور الدوله زاد لا سامحني دور الدوله مش تاخذ الكل دور الدوله تعاضد دور الدولة التعاون لكن هو عنده يدخل ينمي موارده الداخلية ينميها عنده لي سبونسور عنده لي دروا من عند الجامعات انترناسيونال احنا تو كي عامل تظاهرة عالمية ونشجعوا فيهم وقاعدة الدولة تاخذ فيهم علاش تاخذ فيهم الدولة؟ تاخذ فيهم الدولة باش تخليه ينمي الثقافة هذيك نتاع تظاهرات دولية باش تدخل فلوس للدولة ويدخل هو بيدو فلوس ويعمل سبونسورينغ ويعمل هذا مسير سبونسورينغ تعرف اللي مسير سبونسورينغ فما جامعات قاعدة تخدم من عام لعام قاعدة تزيد فما جامعات مكاتب جامعية تجي تقعد معاملة كان على الدولة أي مدام هربت بيت على السؤال باش نرجع لك تو اللي رجعوا تو من الجامعات جاي الوزارة بالنسبة للمدربين قاعدين يعملوا تو باش نرجع لك ساعة أول حاجة نحب نجاوب النائب معناتها تجي كي يجي تصريحات من نائب معناتها توا اعلاميين تقولي مش فاهم القانون ولا مدام واحد مدام هو حر ما تجاوبش النائب هو قال رايي وانت قلت رايك ما يهمكش فيه لا لا كي نقولوا شوفوا قرار شعبوي وعنده 20 سنه راهو نحكيوا هنا في دوله القانون رانا عندنا معناتها قرار نتاع الكور دي كونت راهي تنشر هذا حكيت فيه يا مدام حكيت فيه ما حكيتش يا مدام جاوبني على سؤالي الناس اللي رجعتوهم الجامعات شو يعملوا تو؟ عندهم معناها الوظائف تاعهم اول حاجه عيطنا الاداريين اللي رجعناهم هذه حاجه عندهم بيرواتهم حاضرين قاعدين يخدموا بيشروا تو خدمهم باش خليني نكمل لك تتكلم وحدك ليه هذه نفس الفكره جاوبني اي معناها عندهم بيرواتهم بيشروا خدمهم احنا اللي دار عام رياضه وعندنا حتى محاضر جلسات وديما قاعد يقولوا هاو كان مدير عام رياضه من اكثر الادارات عندهم خطه نتاعهم واضحه مسيرين مسيرين معناتها مسيرين انت تو تقول الجامعات قاعده تفارغ جامعات حتى نكونوا عباد ليه عندنا تكون فورماسيون اليوم مسيرين الرياضه تكون مسيرين الرياضه هذوما ديجا في الجيستيون تاع لي سبور موجودين الناس هذوما مش نكونوهم من جدد الناس هذوما موجودين نزيدو نعملوهم فورماسيون واحده اخرى معناتها باش نزيدو نكونوهم اكثر وتفهمنا مع الكنوت في الشيء هذا عقد جلسه وعمل مع السيد وزير الشباب والرياضه مع السيد المسيرين وعقدوا باش ياخذوا باش ناخذوا بريزون شارج احنا لجنه الاولمبيه
المسيرين هذوما كلهم باش نفورميوهم باش الفراغ هذا نتاع الجامعات هذا يكونوا ناس تفورميوهم تو مكونين تو باش نبداو نفورميوهم تو باش نبداو هما متكونين في التصرف هما خرجوا متكونين تو باش نفورميوهم ديكور اكسيليري باش نخدموهم معناتها كيما اون بليس احنا رانا قاعدين الفورماسيون كونتينيو رانا مخلين لها بالنسبه للجامعات راهو عندهم راهو ميزانيه خاصه بهذيا وماخذتها الدوله. ثاني حاجه المدربين الوطنيين والا احنا الحلول ما قلناش راهو نسوي الوضعيه اداريه نسوي الوضعيه بالتشريع معناتها نقحوا القانون تاع 77 ولا اللي قعد يحكي كان على اداره فنيه معناتها مستشار فني ولا مدير فني هذاك الوحيد اللي وضعيته مسويه قانونيا. المدرب وطني ولا مدرب جهوي ما فماش الاسم هذا مش موجود. احنا توا ديجا عندنا امر حكومي قاعد يتنقح باش ندخلوا ردوهم هما في يدخلوا في المنظومه القانونيه مدرب وطني واعطيه السويعه نتاعو. هذوما لازم نقول كلمه انا بعض الملاحظات تبارك سؤال اخر خلينا نكمل الاداره العامه السؤال نتاعو هو اللي ما جاوبتوش من اكثر الاداره العامه للرياضه اللي معناتها فارغه من الاطارات راهو الوزاره فارغه من الاطارات راهو كلها كيما نقولوا نحبوا كل ملف نجي نقولوا المدير العام يا سيد مدير عام وين قولوا ما عنديش اطارات راني ما عنديش معناها ما عندهمش فارغه معناها تستني فارغه فارغه من الاطارات ماهيش كامل بالاطارات شوف كنا اربع جامعات توا 48 جامعه على خاطر محتاجين الاطارات 48 جامعه توا اربع جامعات كيف على خاطر الكفاءات الكل تمشي تلوش الفلوس في الجامعات ولا قلت لك بالك اذا كان الكفاءات الكل تمشي للجامعات وتمشي تلوش في الفلوس لبرا شكون باش يخدم مؤسسه الدوله يخدم مؤسسه الوزاره تلقى الوزيره الدنيا فارغه لوطا فماش هذاك علاش يلزم وضعية أخرى نتاع إسادات التربية البدنية اليوم يخلصوا من وزارة من عندكم أنتم يخلصوا هما في وزارة التربية وزارتنا ولا يخلصوا من وزارة التربية وزارة التربية البدنية ممكن نقول لك علاش مش نفس الوضعية هذه ولا لا؟ ما عرفش نجيبك فما اللي ما هو تو وزارة التربية البدنية هو تابع وزارة السور الشباب والرياضة ويخدم في وزارة التربية لو سامحني أنت تو صحافي مثلا أنت صحافي بربي شنو هو الريجيم نتاع خدمتك انت؟ ما عندك قانون ياثر ستاتيو بارتيكولي نتاعك. فما عندنا القانون نتاع الموظف العمومي بصفه عامه اللي هو قانون 83 واساس التربيه الوطنيه عندهم قانون بارتيكولي ستاتيو بارتيكولي. ستاتيو بارتيكولي نتاعهم شو يقول؟ يقول هذوما تابعين وزاره الشباب والرياضه عندهم ان دو من 12 ل 15 ساعه تتراوح حسب الاقدميه من 12 ل 15 ساعه يلزمهم يعملوها في الاسبوع. لكن هذوما يقعدوا ديما راجعين لوزاره الشباب والرياضة عندهم معناها ستاتي بارتيكولي دقيقة فما مطلب نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل واللي صار هو معناتها في مجلس وزاري وتوا باش يطبقوه توحيد المؤجر على خاطر باش تقول انت شبيه هذوكم يخدموا في وزاره التربيه واحنا قاعدين نخلصوا فيهم افكتيفمون هذه مساله تم اثارتها من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل اللي طلب هو بيدو توحيد المؤجر مش معقول الاساتذه شيء يخلص واحد يخلص هكا وواحد يخلص هكا دونك طلبوا توحيد المؤجر وقاعدين معناتها توا الوزارات تخدموا عليه نخدموا مع بعضها في اطار معناتها من حتى الاداريين وواحد نجموا تعملوا لهم ستاتيو بارتيكولي الاداري هذا مسير رياضه اختار امشي اخدم في الجامعه وخذ شريطك في الجامعه كاملة وتخرج من الوزارة ما قلناش بالسيف يقعد هنا فما مسيرين فما مسيرين قبل الانتداب ما هما دي بروموسيون احنا نعيطوا قبل الانتداب يعيطوا يخدم في الجامعة وقت انت نعيط لك انا الوظيفة العمومية ماك تختار هو لا يختار الوظيفة العمومية يخدم معنا هما تو يقعد يخدم في الجامعة وياخذ في زوج شهر شوف هو فما مسألة اللي يظهر لي انت تجاوزتك واليوم هذاك علاش خليتك انت اليوم خليني كم علي ما قصيتش عليك ما تعطيش نقولك شنو هي تجاوزت بسرعه اولا احنا اليوم في البرنامج هذا كان جينا في برنامج اسمه الاستشاره القانونيه ولا العياده القانونيه كلام تاعك كل معقول وبارايور انت كلامك معقول تماما وتوضيحك صحيح انه اليوم دائره المحاسبات او محكمه المحاسبات هي نوع من المحكمه الدستوريه في القانون الاداري بعد نمشي ان نمبيش اللي يهم الناس هو الوضع الرياضي لا ما قصيتش عليك استنى كمل اذا كان فما استثناء قانوني يوصل النجاح الرياضي فانه الراي العام والاخصائيين توا يقولوا لك واصل فيه احنا اليوم لا ما تنجمش تجاوبني على ما نكمل احنا اليوم ابطال افريقيا في الفولي وفي الهوند وفي الباسكيت ومترشحين نجم نجي نقول لك هالاستثناء القانوني اللي هو قانونيا بوردر لاين شويه في القانون سيق في القانون سيق في غير القانون وصلنا للنجاح علاش تحب تمسه؟ هذا سؤال ثانيا فما عده في الدوله وفي القانون راهو فما اصناف عندها استثناءات فما الفنانين ما همش موظفين عاديين
فما العسكريين، فما في البلدان المتقدمه الصحفيين، وفما الرياضيين المدربين. ينجم تقول سي ان ستاتو ما يسمى ديروغاتير، والديروغاسيون هذه اذا كان توصل النجاح الرياضي فهي مقبوله. انت ممكن هذه مش انت برك، انت والوزاره ما فهمتوهاش. فما ملاحظه اخرى، انا نوسع النقاش ان شاء الله البرنامج اخر. اليوم فما سؤال كبير، زوز اسئله يطرحوا نفسهم. هل انه الجامعات في المستقبل القريب مازالوا محتاجين موظفين؟ هل انه مش مستحسن الجامعات اللي عندها شويه امكانيات تاخذ ناس اللي ما يخضعوش القانون الاداري، ما يخضعوش القانون الوظيفه العموميه؟ الجامعه التونسيه لكره القدم، ولا الجامعه التونسيه للتنس، ولا الجامعه التونسيه للجودو، اللي عندها الامكانيات يا خويا خذ ريسبونسابل ماركتينغ وخذ امكانيات. وثاني نكمل جست ملاحظه اخيره درت في كثير. لا لا قلت عندي امكانيات وخذوز من الناس. لاباس عليك، كنت موري واضح. انت قلت ملاحظه، قلت ملاحظه مدام بن كوثر صحيحه ياسر، قلت ماهوش دور الوزاره ان يديم تمول للرياضات الكل، وهذا كلام معقول. ويطرح سؤال، وين اللجنه الاولمبيه؟ انا كنت نحكي احنا اشبيع مش هي تمول في الرياضات اكثر منكم انتوما؟ لا المال لجنه الدوله، المال العام عند الدوله، لا لا اللجنه الاولمبيه، المال العام عند الدوله عند الوزاره، مش المال العام. قداش تاخذ اللجنه الاولمبيه فلوس؟ من عند اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ لا اللجنه الاولمبيه الدوليه ما تعطي حتى مليم. كيفاش ما تعطي عليها؟ فما السوليداريتي، تو السوليداريتي الاولمبيه، التضامن الاولمبي يعطيهم سويفون دي بروجرام قاعدين نفرقوا فيهم الجامعات. لا مش مش ما تجيش تعطيك شويه قاعدين تفرقوا فيه شويه. هذاك قداش؟ لا 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 بلا قداش عطيت؟ تحبنا نتكلم؟ قداش عطيت؟ خلينا نتكلم على شنو الاولمبي. لا مش هكا مش هكا مراد يا راجل، راني خلينا سامحني كاو، ما يزلوش هذايا، ما يزلوش تقول انا نجاوبوا على الاربعه الاولانيين وتجاوب على النقطه الاخرى. لجنه وطنيه اولمبيه راهو ما عندها حتى مليم يتعطاهم لجنه دوليه. فما دي بروجرام 17 بروجرام يعطيهم كي تعملهم وتنظم. احنا نعملوا في 17 بروجرام الكل من اللجنه الوطنيه الاولمبيه الوحيده الافريقيه اللي تعمل في 17 بروجرام. قداش تجيكم المنحه؟ تجينا قرابه المليار ونص الكل نفرقوا فيها للجامعات الكل. كل حتى جامعه تو تو زي 100,000 نحكي وهذا موضوع اخر. موضوع اخر جامعه لا لا فرقوا الناس كل الناس الاولمبيه للشباب نتاع 2000 فيها وعليها. لا 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 ما تقولش هكا، نرجعوا مره اخرى. سامحني هو توجه عليا بسؤال، يا سامحني توجه عليا بسؤال خليني نجاوب. اول حاجه معناتها ما نتصورش كان تجاوزتنا اسو بوا معناتها الاحداث خصوصيه نتاع الرياضه، خصوصيه الرياضه راه خصوصيه معناتها مش اسو بوا رانا البيرسيبسيون نقصد وقتها في البيرسيبسيون نحكي. انا جاوبتك توا انت وانت خليني نجاوبك، انت تكلمت وقلت لي ما تقاطعنيش واحترمت، خليني دونك نجاوبك في الاربع نقاط اللي قلت. اول حاجه عندنا تصور واستراتيجيه واضحه وين ماشي القطاع وقاعدين في سياسه القرار هذا حوكمه القطاع، هذه حاجه. اثنين خلينا نرجع لك الجامعات كما قلت لك الدولة تجمش تاخو كل شيء اون شارج. بالنسبة التأثير على الرياضة، أول حاجة ما منعنا حتى حد أنه يمشي يكون منتدب عند الجامعة وياخو السالير اللي ترخص له فيه الجامعة، خاطر هي ما تخضعش القانون الوظيفة العمومية وما تخضعش السالير تاع الوظيفة العمومية، تعطيه السالير اللي معناتها ممكن تعطيه له عن طريق الجامعات. هذا حتى شيء ما منعه. به هذه الأولى. اثنين تقول لي أثر بالنسبه للاسم الثاني، بالنسبه ما تقص عليا راسي. بالنسبه للنقطه الثانيه تقول لي اللي اول حاجه معناتها النتائج اللي حصلت في العام 2017 نتائج قياسيه بامتياز، ومش في الرياضات الجماعيه بركه، في الرياضات الفرديه حابه معناتها هذايا اللي صارت ما جاش من الفراغ. هذا راهو خليني نكمل. انا بفضل الاداريين، خليني نكمل سامحني. اولا شنو الاداريين يعيش، خليني نكمل كلامي. هذايا جاو فما خدمه قاعده تتخدم اللي هي متكامله يعيشك، احنا راهو فما خدمه متكامله اللي هي بين الاداري وبين الرياضي بين الممرن بين الجامعه، راهو كلها خدمه متكامله. دونك الموديل ناجح. راهو خليني نكمل لك يعيشك فرح. راهو هذوما وقت نجيو باش نصلحوا قلت 9% بالنسبه للمدربين الوطنيين. انا نعطيك اكزومبل، هذوما المناشطين الرياضيين اللي هو يجم يكون مدرب ولا يكون وين يخدم؟ وين مراكز تعيين على حسب ستاتيو نتاعو؟ في مراكز النهوض بالرياضه والنخب. شنو هو دورهم المراكز هذوما؟ يخرجوا لازم معناتها النخبه اللي موجودين في المعاهد وفي المدارس، وهذوكم يحطوهم في الجمعيات، وبعد باش يوليو هما لي زيليت نتاعنا اللي نهار اخر باش نلقاهم يهزوا الدراب نتاع المنتخب الوطني.
هذوما الناس هذوما اللي كانوا متعينين في لي سونتر تاع الرياضه واللي هما بيدهم ابطال اللي احنا ناخذوهم باش هما ياطروا صغار ويترينيو هما بيدهم، ما همش قاعدين الكلهم يخدموا في الخدمه الاساسيه نتاعهم، معناتها انت راهو توقيت العمل مش كبير، راهو لو دور نتاعهم 12 ساعه، تنجم تعمل 12 ساعه وتاخذ الترخيص نتاعك وتعمل السوايع اللازمه لكل لونترينمون. كي نقولوا مدرب وطني، راهو المدرب الوطني كي يعمل ستاج بلوكي ما يخدمش ياخذ الترخيص نتاعو. واضح كمل اختم ما يختم اختم اختم ما يختم نكمل لك عاد في الوقت هو عطانا تروا شوز تروا شوز اخر نقطه هذه الاحداث ما تجاوزتنيش احنا قاعدين باهي باهي حكيت عليها عندنا رؤيه معناتها عندنا رؤيه واضحه عندنا استراتيجيه واضحه وقاعدين نخدموا فيها على كيف تمس في حكمه القطاع في وسط الاجراءات وقت نجيو معناتها الجامعات يتعدى اللي بعد نعطيهم النورم كارون الليله في الصفافيه نحكي لك وقت تعطي انت الديكلار كل شيء احنا راي في 18 جامعه تقول كلمه نخدم راهو الجامعات تخدم كم بالوزاره والوزاره تخدم كم بالجامعات تقول كلمه على اوبراسيون عليها تقول كلمه هذه كاسكيت على لجنه اولمبي نختم معك فاهم يا شو تقول في الاخر فاهم حوصلنا كل شيء كاو عادي وفيها زي ما دام فيها شو الكلمه مقبلك الكلمه الاخرى ولا يا بون باش نعطي راي انا نتصور الموضوع هذا ماهوش اولويات الرياضه التونسيه الحقيقه لانه الامور ماشيه نتصور صحيح فما اشكاليات اداريه وقانونيه تنجم نلقاو لها حل ما غير الشوشره هذه الكل يظل في رياضتنا عندنا برشا ملفات اعمق من هكا يظل ماذا بينا كان جينا نحكيو على عقود كما مره فاتت الكام تاع رياضيين النخبه التو ولا تحلت الاشكال هذايا وضعيه البنيه التحتيه نتمنى ان توا نحضروا في 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 ملف نتاع تنظيم كاس افريقيا في كره القدم ولا غيره يظل عندنا برشا مشاكل في رياضتنا تمنيت انه نحكيو رياضه اكثر بالامور عقد وتاخذ في شهريه ونص وهذاك بطال وهذاك مش بطال يظل لي موضوع هذا لا سمح الله رياضيين النخبه رياضيين النخبه رانا احنا كان راهو 15 شو رياضيين النخبه بالذات 70% من الميزانيه قاعد تمشي رياضيين النخبه رياضيين النخبه المشكل اللي صار واللي عملوا الفوقه اعلاميه كانوا 10 من الناس ياخذوا كانوا هما في البيجي الكل وقت اللي ولاو 43 واحد وقت قامت القيمه هاو تحب هاو شو رياضيين النخبه توا احنا كانت عندنا اختصاصات كانوا محدودين كونترا ما فيش مع السنه الرياضيه وما تعمل كونترا لا الكونترا نتاعنا بالاوبجيكتيف ولا لا الكونترا ولا بالاوبجيكتيف ما يمشيش مع السنه الرياضيه هو الاطار الفني يحطه مش احنا نحطه انت تعمل تعمل هو اداري هو اللي هو رياضي ماهوش اداري يعيشك يعيشك يحط ليزوبجيكتيف كي ولينا وقت ولينا نحاسبه بعد ما يكمل كومبيتيسيون سامحني وقت ولينا نحاسبه وقت نقولوا ستاج تعمل ولا ما تعملش اذا ما عملتش ستاج لا وقتها صارت لا بروف اللي احنا معناتها 40 كونترا معناتها عديد الاختصاصات كيما معناتها التنس دو تابل دخلت كيما البوكس دخلت اللي ما كانوش موجودين كيما الكيك بوكسينغ دخل كيما رياضه المعوقين دخلت هذو ما كانوش مستهدفين تعرف شنو اللي يحكم عليك في هذا كله هي النتيجه لو شوف ريت مدام تعملي في هذا كله اول حاجه النتائج موجوده سامحني هذوما كانوا يهزوا في الميداليه هاو جاي يلعبوا اسمع هاو جاي يلعبوا اولمبيا كانوا ما يهزوش حتى ميداليه حملوا مسؤوليتكم كامله انا الميداليه لا شو اللي يقول لك القانون لا الفصل لا حتى شيء يقول لك انتم عملتوا حاجه انا الميداليات قادر تجيب المسيرين الرياضيين راح تيجي من بعد انت دقيقه دقيقه تزيد نهار تقول لي راه ناقص فلوس وما عنديش شوف سوء الامكانيات وما جبتش ميداليه خاطر الوزاره ما صبتليش انا عمري كنت قاعد في بلاصه وتكلمت وقلت راه لا فما حاجات قلت ما عملاو توا قلت لك انا كجامعه نجم ناخذ زوز من الناس مسيرين الباهين نجم نخلص واضح لا سامحني يعطيكم الصحة كاو 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 في الوقت كاو مدام في الوقت ميداليات ميداليات مش فيها لا المصريين الرياضيين لا كتاب العامين لا روح نجيبوا فيها راهو مجموعة كاملة مجموعة تامر الجامعة كاملة يعطيك الصحة لا حاجة أخرى كيفاش كانت برا ناخذوا نتائج بطولة أفريقيا كيفاش كنت بربي حاجه قبل كنت تهز ميداي وقت يجيب بعد هو يجيب ميداي وقت احنا نجيبوه ونعملوا له عقد اهداف توا كيفاش وليت علاش احنا دخلنا السبيسياليتي هذا الكل علاش عملنا قد ولا 43 مستهدف هذا الكل نحضروا فيهم راهو للاولمبياد تاع الاولمبياد ان شاء الله ان شاء الله تنتبهوا اذا منتخبنا في الوسط في كره اليد فاز اليوم في اليوم الاول على الجزائر هذا بولد افريقيا الامم في كره اليد في تدور في المغرب مراكش تونس حامل لقب فاز على الجزائر فاز على الجزائر 46-25 وفي اليوم الثاني فاز على نيجيريا 38-25 نهار الاثنين تونس تلعب ضد غينيا ونهار الاربعاء ضد انغولا ومصر اخر مباراه نهار الجمعه 14 سبتمبر مع 7 نتاع العشيه هو النظام نتاع بطوله بعده ثم الهونت شنو اللي صار دوره في وين هذه في قصور السيف دوره وديه دوره وديه دوره وديه دور نصف نهائي اليوم قالوا لي عنف في ترجي والنجم الساحلي والنجم الساحلي صارت مشاكل وصارت واحد شنو اللي صار
وهي صارت مناوشات بين زوج ملاعبيه من الترجي انيس محمود وعبد الحق بن صالح مع جماهير النجم الرياضي الساحلي، فتوقفت على اثر المقابله وتعرض مدرب الترجي نجيب بثير الاصابه وعلى اثره تنسحب الترجي وتاهل النجم الساحلي. الحقيقه هذوما المشاهد هذوما تكرروا في برشا مناسبات وفي المقابلات الكبيره في كره اليد، ما حبيناش تكون هكا بالطبيعه هذه مناوشات بين بعض الملاعبين ملاعبيه منتخب وطني وجماهير، وشوفوا حتى معناها المسافه بين الملاعبي والجمهور، دونك باش نفهموا التصرف اللي غير مقبول في الحالات الكل. باهي، ما ثماش اضرار ماديه ولا على حسب المعلومات اللي وصلت انه نجيب بن ثير تعرض للاصابه. نجيب بن ثير تعرض للاصابه، ان شاء الله ونتيجه 3-3. على كل حال ان شاء الله طبعا ربي راجي كلمه برك الحبل. نستدعاكم لتدشين القاعه الجديده اللي بنتها جامعه الجودو لتقويه العضلات. مبروك ان شاء الله باش تكون اول قاعه في تونس بالنسبه للرياضات الفرديه، وتساهم فيها اللجنه الوطنيه الاولمبيه السي محرز بوصهيم باش يساهم فيها بالاموال باش نشيو لي ماشين، باش تكون هذايا للاعبين المستوى العالي باش نحضروا بها الالعاب الاولمبيه بطوكيو ان شاء الله تجيو الجودوكاكا. لا لا قلت لك للالعاب وقتاش دشنو هذا التدشين نتاع القاعه نتاعنا ان شاء الله باش يكون ماكسيموم اموال ان شاء الله تكونوا بحذانا باش تشوفوا معناتها احسن قاعه لاول قاعه تقويه عضلات باش تكون في تونس للسبورتيف دو نيفو كلهم بمساهمه اللجنه الوطنيه الاولمبيه اللي قال عليها مراد ما تعاونش. عاد نجوا لبيت شوف سامر سالم سامر عليها زاد وحده كل حاجه برك شوف سامر عليها كريسي وتريول سالم احنا كرياضات فرديه تعتبر رياضات فقيره برابور الوحده مستوى ما نحكيوش شوف بالحق من المسؤولين معناتها اللي تتكلم وتقول احنا عملنا الناس تحب تجي تشد الرياضات الفرديه الناس الرياضات الفقيره وتطلع ماك اللاعبين اللي يسكنوا ب 100,000 و200,000 شهريه ابطال اولمبيين هذوك هم المسؤولين الصحاح مش الناس اللي عندها جوارات تسوى مليارات وتسوى لبرا وتقول انا هاني كونت فريق بالعكس اجى كون الناس هذوكم اللي ما عندهمش باش ياكلوا ويشربوا ويخلصوا 100 كون منهم ابطال اولمبيين وابطال عالميين تاع وقت نقولوا فما مسؤولين صحاح. هاي به نختموا بالعناوين الصحف غدوه تلقاهم في الاكشيك صباح الاسبوع بالزرتي يخطط والنسور تستعيد الصداره طبعا المنتخب. جامعه تونسيه لم تمنح التقرير القانوني للعكيشي هذا موضوع للمتابعه. صبري جبله يقول في صفاقس عبد الناظر تدابني والزحاف انتقم مني ومشكل الافريقي اداري. طبعا نمشيو للي بعد الشروق اش تقراه غدوه في الشروق. نادي الافريقي البدايه الفاشله تفرض فتح ملف الانتدابات من جديد. طبعا حضر الانتصار وتاجل الاصلاح بالنسبه لمباراه المنتخب. فوزي بنزرتي يقول فرطنا في انتصار عريض واصرار في ابهرني. ها هو قال فوزي بنزرتي. تسع دقائق. وعامر دربير يقول شبيبه ضحيه الاعيب السياسه وغياب المال. ايش به نجم يبهر. تسع دقائق ابهروا ابهروا. اش ثم اخر؟ البيان بداوا يسخنوا للكاس ربيت الابطال. دقت ساعه الحقيقه للنجم وفريق باب سويقه. علي بن ناجي يقول ترجي قادر على هزم الفريق. زياد الجزيري يقول صعبه على الفريقين. والنسور تحت قيادة البنزرتي بداية إيجابية وانتصار بثنائية. بعد البيان لابريس طبعا أمامكم جليل المستيري يقول ترانسبارونس تراسابيليتي دي كونت دي كلوب بوليفي ان اونيفير دي ريزونابل. هذا طبعا بالنسبة للمباراة تعليق نتاع لابريس كوم الانترينمون كيما في التدريب طبعا على مردود المنتخب اليوم ضد منتخب سوازيلندا. ثم نختمو تنس بدو بور سا بروميير بنزرتي ستاب رويال خاطر مملكة سوازيلندا نتاع الملك اللي كنت نحكي عليه اللي عنده 14 ديما تنس بدو عنده معنوين تبارك الله عليهم. وترجي النجم سي تو مور جو تو تو مونديال دو فولي حطوا ميسيون امبوسيبل هذاك اللي قلناه احنا اللي قلناه احنا مونديال دو فولي ميسيون امبوسيبل. يعطيك الصحة مراد اسكندر سي بو بكر مدام كوثر وفهم يتبع الأوقات ومتاحة الوطني الأولى. أصبح على خير.